عندنا جمهورنا اللي قبل كل ده، عندنا جمهورنا اللي احنا دايما بنتسند عليه، دايما بنتسند عليه في كل حاجه، جمهور النادي الاهلي. الحقيقه هو اللي خلق حلقه كابتن وليد امبارح حلقه من الحلقات المهمه في سهره مع مين، هو جمهور النادي الاهلي، هو اللي طلع كل الحلقات السابقه ترند على تويتر وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. مين هو؟ جمهور النادي الاهلي. هو مين اللي بيقف ورا الفريق في الحالات الكويسه والحالات اللي مش كويسه؟ هو جمهور النادي الاهلي. فعلشان كده دايما جمهور النادي الاهلي ده بيسبب مشكله لبعض الناس، ان هم انتوا ليه بتحبوا فريقكم كده؟ ليه بتعملوا كده مع فريقكم؟ فمن ضمن الحاجات اللي بتحصل زي ما قلت لحضراتكم كده، هتلاقوا طول ما انت ماشي في طريقك هتلاقي اللي بيخبط فيك من اليمين والشمال. فعايزين نمشي دايما بشكل جيد وناخد بالنا من مثل هذه الاخبار. هو خبر متقال في وموجود على السوشيال ميديا وفي كل حته، وبالتالي لازم نرد على مثل هذا الخبر، ولازم نقول يا جماعه لا، افتكروا كده برضو نفس الكلام اللي حصل في اسبانيا في المعسكر السابق، هو نفس الكلام. وعن المباريات الوديه برضو، هو احنا يا جماعه مش قلنا ان مفيش ماتشات وديه؟ من خلال متابعتكم لكل برامج قناه النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، مش كل الناس قالت ان مش هيبقى في مباريات وديه؟ هو ليه دلوقتي الناس يعني، هو الجهاز الفني ده عنده شيزوفرينيا مثلا؟ بيفكر ان هو يعني هو اللي طلب ان ما يبقاش في ماتشات، وبعد كده يقول لك لا في ماتشات، او يستاء ان ما فيش ماتشات؟ ما انا بقول لحضراتكم حاجه غريبه جدا.